سعدنا اليوم بزيارة سعادة أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع الوفد المرافق له لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. ومدينة الملك عبدالله الطبية تسعى دائما لتطوير التدريب الطبي في عدة برامج، ولدينا أكثر من 45 برنامج معترف به من الهيئة الطبية للتخصصات الصحية، وكذلك Simulation Center أو مركز المحاكاة الإكلينيكية والذي تمت الجولة عليه، وبه أجهزة على أعلى مستوى من التطور، وهذه الأجهزة تفيد في التعليم والتدريب لجميع من هم ملتحقين ببرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. تشرفت اليوم جدا بزيارة مدينة الملك عبد الله، بهرنا باللي شفناه في الشؤون الأكاديمية، يعني في تقدم كبير في البرامج ونوعية التدريب، البرامج المبتكرة اللي ما شفناها في أي أماكن أخرى حقيقة. نسب النجاح في اختبارات الهيئة، نسب الاعتماد في برامج الهيئة مرتفعة جدا، كلها فوق 95%. فحقيقة فخور جدا إنه في يعني في المنطقة وفي بلادنا في مدينة بهذه الجودة. طبعا إحنا مركزنا فقط على الجانب الأكاديمية وليس على الجوانب الطبية والصحية اللي أنا متأكد أيضا متميزة، فمبارك يعني لكم هذا التميز، ونتطلع لتعاون أكبر مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المستقبل بإذن الله.